أهم توقعات الفلك لمواليد العذراء بشهر تشرين الثاني نوفمبر. في حدا منكم قال لي أنه أنا ما كتير بعطي للعذراء أهمية أو أني بخفف ما بعطي صفاته؟ شو هالحكي؟ ما أنا نصي عذراء، ما أنا خلقانة بأيلول بسبتمبر، صحيح بأواخره بس 28 أيلول سبتمبر، يعني في كتير من برج العذراء. وحتى أنا بالأبراج الهندية اللي قريبا اللي حخبركن عنها، قريبا اللي حخبركن شيء كتير حلو عن تقسيم الأفلاك تقسيم الأبراج بالفلك الهندي اللي هو كتير مهم لتوقعاتهم، وعم بعملهم بشكل مدروس لألكن بكرة على الأب اللي حتشوفون كمان اللي حيكونوا مخصصين على الأب. بالأبراج الهندية أنا عذراء، وأنا عندي كتير 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 من كاركتير العذراء وبلاقيه كتير مهم. فيلي عنده هالانطباع غلط انطباعكم. بس أنا بطبيعتي بس كون بنتمي لأبراج بصير بخفف شوي من الغلو أو من الكتير، لأنه كأنه بحس حالي أنانية وما بحب كون أنانية إذا مش مزبوط. أوكي؟ بدنا نتفق مش الحال؟ أوكي. شو شايفة برجك أنا يا عزيزي العذراء ويا عزيزتي العذراء؟ بشوف طالع فلكي جيد جدا وواعد بشهر تشرين الثاني، بيحمل لك الاستقرار وبيجعلك كتير رائد ومهم بمحيطك، وبيتيح قدامك عقد بعض الصفقات أو إنجاز مشاريع ولقاء الأحباء أو حبيب أنت عم تحلم فيه. بدي خبرك أنه كتار من الأبراج هالشهر مزعوجين كتار، أنت يمكن تكون بين الأقل إذا مش الأوحد يلي عندك هالوعود الفلكية، مش لحالك بس عندك بين الأقلال. كوكب الحب يلي هو كمان كوكب المال بالنسبة لإلك وهو فينوس بدخل بتاريخ 6 لبرج الجدي، إلى برج ترابي مثلك يعني حليفك وصديقك، وبيطمنك وبيجعلك تقطف ثمار جهودك السابقة، أو بيخلي مشاريعك كتير مزدهرة وأوضاعك المالية كتير متقدمة. بتيح للقلب فرصة لقاء من يهوى، في أحلى من هيك؟ أما كوكب مارس فهو بالعقرب، بيوفر لك كمان المتانة النفسية والاستقرار والحنكة، بكشف الأسرار، معرفة مكامن النجاح والفشل، والولوج لعمق القضايا واكتشاف معالمها، فيما بيوحي لك ميركور بالأفكار الجيدة والحدث الصائب والتقاط الفرص بموعدها وقبل الآخرين، وهالشي بين 6 و24. ابتداء من تاريخ 6 بتشعر انه التغييرات آتي لا محالة حتى تخدم مصالحك وتتحمس للنضال من أجله ولتحقيق الرغبات بدون تسليم ولا استسلام. بيحتاجك الآخرون بهالشهر كتار، رح يحتاجوك، هالشي بيسعدك عزيزي العذراء بالإجمال، خاصة إذا كنت مولود بشهر أيلول سبتمبر. فالتفاني بخدمة الآخرين بيجعلك سعيد جداً، وأنت بتحب أنك تعطي النصائح وترشد من حولك نحو الصواب وطرق النجاح، خاصة إذا شعرت بضعف عندهم أو بنقص أنت بتشوفه يمكن وغيرك ما بيقشعه. العذراء عنده حدث كتير حلو بيقشع يلي غيره يمكن ما بيقشعه. كل هالشي ممكن حالياً، إنما بالعمل بتبين عن قساوة شديدة، خاصة مع نمط سريع بتعيشه ومختلف هو عن نمط الشهر الماضي. يمكن ياخدك للبعيد، تسافر بحثاً عن بعض الحلول المالية، أو بتفتش أنت عنا خارج إطارك التقليدي، وربما مع بعض الأشخاص أو الأجانب أو شركات عالمية ومؤسسات تسعى لإلها وحتى تأسس لعائداتك أو تأمن مكتسباتك. في خسوف بيطرق بتاريخ 19 ببرج الثور، كمان ببرج ترابي مثلك، وبيشير لتقدم بعلاقاتك العامة والروحية والفكرية والإنسانية أو حتى الحزبية والدينية إذا كنت مهتم بهالأمور. كل علاقة بتكون أساسية حاليا بالنسبة لإلك، بتتبدل أشياء لمصلحتك، بتلتزم أنت بجديد، كأن تنتمي لمنظمة أو طائفة دينية أو فكرية أو ما شابه. بتقسم اليمين ربما قدام مرجعية ما، أو بتلتزم بخط
مرسوم لإلك من قبل فريق بتنتمي لإله. بتنتظرك أفراح بحياتك العاطفية، وخاصة ابتداء من تاريخ 5، بعد فترة من الخلافات يلي أقلقت راحتك منذ الشهر الماضي. المهم أنك تبقى على حذرك بالأسبوع الأول، وأنه ما تعلي أهمية على كل الشائعات أو المواجهات الممكنة. يمكن تشعر ببعض الاستياء، أو يمكن تعظم الأمور وأخطاء الآخر، تتهرب من مواجهة ربما، أو يمكن تمر بأزمة، وما عليك إلا الانتظار لتاريخ 6 و7 حتى تتحرر من هالانطباعات. بتتغير الأمور وبتنظم حياتك أكثر، وبتشعر أنك مقدم على تفاهم وود وصفاء. بيطرأ شيء بغير الأجواء، ويمكن يشكل تطور أو حدث بيطال بعض الأصدقاء منطلق لهالتقارب لمساعدة المحيطين بك، أو لمواكبة حدث بيطرأ بحياتك. الطالع الفلكي بيشير لوضع عائلي كمان، بيستوجب الاعتناء يا عزيزي ببعض المقربين، وبيتعلق يمكن إما بأحد الوالدين أو بأحد الأبناء يلي يمكن يتعرض لتجربة معينة أو لمحنة ولو صغيرة بتحتاج لحلول سريعة وتدخل من قبلك. لا شك أنك بتعيش شغف كبير بهالشهر، وإن كان مكتوم، ويمكن ينشأ حب فجائي إذا كنت خالي القلب على أثر انجذاب متبادل بيحصل وبيكسر الحواجز يلي كنت عم تضعها قدامك أو يلي كانت عم تنوضع قدامك، وهالحواجز بتروح من قدام جديد يمكن يطرق على حياتك. لا شك أنه الأجواء صاخبة جدا بس ممتعة، حتى ولو أرهقتك شوي وتطلبت طاقة كبيرة منك.